احنا كدولة علينا دور، ودور نعمله ونعمله بالموضوعية، لان احنا عايزين دايما في تعاملنا بعد اذنكم ان احنا نبقى دايما الحق، دايما ما حدش يقدر يعني يتغلب عليه، والصدق دايما ما حدش يقدر يتغلب عليه. فعايزين دايما واحنا بنتكلم كده عايزين تعرفوا الحكايه، ما ينفعش انك انت ترد عليها بعنوان تسمعه او بمقوله تتردد هنا ولا هنا، لازم تسمع وتقرا كويس لانها بلدك. اذا كنت انت مهتم وعايز تعرف الحكايه، انا لما بقول انا كان في الوقت ده عندي 13 سنه، سنه 67، والله انا فاكر كل حاجه اتعملت من شدوان لراس العش للمدمره ايلات لحريق الزيتيه لبلوزه ورمانه، اي بيان اتقال في الوقت ده كنت انا موثقه، جايب جرايده وحاططها بالإضافة للي بسمعها والكتب اللي خرجت تتكلم عن الوقائع دي كلها. أنا عايز كنت أتمنى، أنا قلت الكلام ده مرة قبل كده في مقالة واحدة من ضمن المقالات اللي اتقالت، كان ضمن الخطة الخداع الاستراتيجي، كان كاتبها الكاتب الراحل المفكر العظيم محمد حسن هيكل، كان بيتكلم فيها عن محاولات الجيش المصري للعبور وإيه النتائج اللي ممكن تحصل فيها. أنا قريت المقالة دي، كنت بقرأ في الوقت دوت كل المقالات اللي بتصدر عن الحرب والصراع اللي موجود وحرب الاستنزاف ومبادرة روكز وكده. لما تقرأ المقالة دي، لو أنا جبتها لكم دلوقتي، شوف بعد هي بقى لها أكتر من 51 أو 52 سنة، لأن هي اتعملت في فترة ما بعد السبعينات، يعني بعد 71 72 في الفترة دي، لو جبت لكم المقالة وشفتوها وقريتوها هتعرفوا قد إيه حجم القفزة. والله لا أبالغ، مش عشان أنا مصري أو عشان أنا ضابط جيش، لا لا لا، ده ما كانش ممكن، ده ما كانش ممكن حد تاني يعملها إلا الجيش المصري في الوقت ده.